طبعا هاي فاكهة السابوتة الشوكولاتة، وهاي فاكهة العاطفة الباشن فروت، وهذه فاكهة النجمة. وهاي فاكهة سابوتا شيكو. وهذه الوسترية. هذين من النوادر الموجودة حاليا بالعراق. يعني نسبة هذول الأربعة نهائيا غير متوفرات في العراق. فقط هاي موجودة جايات من تركيا عن طريق بذور تتأخر يضي الزهر. أما هاي بعد إن شاء الله 20 يوم تبلش الزهر، لأن هاي إحنا كاثرناها من قلم. طبعا بالطبيعة أكبر هاي صناديق كلش كبيرة، صناديق ضخمة. هاي فاكهة النجمة زهرت وإن شاء الله راح تثمر عندنا، وحاليا لحد الآن تنطي تزهير. الباشن فروت لحد الآن ما مزهرة، زهرت عند شخص بس ما عقدت لأن تحتاج تلقيح. وهاي فاكهة السابوتة ما تحتاج لا تطعيم ولا شيء، تزهر بعمر 3 سنوات إن شاء الله.